مشجعين ومحبين ومحبين لكيان النادي الاهلي، من النقاط المهمه جدا يا كابتن اسلام اللي انا عايز برضه من خلال حضرتك ان انا انوه ليها، ولازم ان احنا نوضحها بالفعل. يعني لازم نتوجه بكل الشكر لمعالي السفير محمد فهمي سفير مصر بزيمبابوي على يعني كل المجهود اللي بذله مع البعثه، بعثه النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه، الترحيب بالاستضافه، انهاء كافه الاجراءات، ايضا حرصه على التوجه لجميع افراد الجاليه المصريه والجاليه العربيه ان هم يكونوا موجودين في ملعب المباراه. يعني باللفظ هو قال انا بعمل اعلام علشان ان انا اديها لافراد الجاليه العربيه والجاليه المصريه اللي تكون موجوده في اللقاء. نقطه مهمه ايضا يا كابتن اسلام، النهارده بعد رحله الطيران الشاقه ل 12 ساعه مستر ريني فايلر، وانا يعني انا بعلنها من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي، مستر ريني فايلر كان بيتكلم مع اللاعبين ان هو لو عايزين ياخدوا راحه ان هم النهارده يريحوا من بسبب الطول، وهو قال لهم ان انا عارف ان رحله سفر وطيران شاقه، ولو الامر لو انتوا عايزين تريحوا، لكن اللاعبين النهارده قالوا لا احنا عايزين نتمرن. ودي نقطه ايجابيه جدا ونقطه مهمه جدا لا توجد الا في النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي كان عندهم الاصرار، كان عندهم الحماس ان هم يادوا المران في ظل الطقس والسقوط الامطار. ايضا احمد الشيخ وكلامه ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي ووقت ما النادي الاهلي يحتاجه يكون موجود. كابتن اسلام دي كل الكواليس، كل التفاصيل. ان شاء الله النادي الاهلي غدا هيقدم مرانه في تمام الساعه الثالثه على الاستاد الوطني بزيمبابوي بهراري، ثم هينتقل يوم 10 ان شاء الله الى بولاوايو، مقاطعه بولاوايو، لاداء المران على ملعب اللي هتقام عليه المباراه. وهيكون الانتقال من هراري لبولاوايو بطائره خاصه تم توفيرها من قبل مسؤولين للنادي الاهلي. كل التحيه كابتن سمير عادل وكابتن سيد عبد الحفيظ على حسن الاختيار وحسن التنظيم. كابتن اسلام اليك الكلمه مره اخرى، وده كان ختامنا لكل كواليس معسكر وبعثة النادي الأهلي في هذا في جمهورية زيمبابوي. ختمنا في هذا اليوم، تنتظرونا إن شاء الله كابتن إسلام غدا مع كافة الكواليس، كافة الأخبار والحصريات على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا اللي بشكرك جدا.